فيكم مشاهدينا من بعد الفاصل. شهدت السياحة الأردنية أهم الإنجازات بفضل اهتمام جلالة الملك حفظه الله ورعاه، حيث وجه الحكومة بأن تتولى رعاية السياحة لما لها من أثر اقتصادي هام بالاقتصاد الوطني وتأثيرها الإيجابي أيضا على مناحي الحياة للمواطن. لهيك مشاهدينا لليوم معنا بالاستوديو أمين عام وزارة السياحة والآثار عطفة الدكتور عماد حجازين. أهلا وسهلا فيك. صباح الورد وأهلا وسهلا فيك دكتور عماد، سعداء جدا بوجودك معنا. واليوم نتحدث عن إنجاز جدا كبير لجلالة سيدنا، يعني قطاع السياحة من أهم القطاعات وهو رافد اقتصادي خلينا نحكي للأردن، وبشكل عام نقدر نحكي أنه هو رأس مالنا بالأردن. خلينا بداية نتحدث عن دعم جلالة سيدنا لقطاع السياحة، كيف عم بيكون؟ بداية اسمحوا لي أعايد على جلالة سيدنا، أكيد إحنا كقطاع سياحة فخورين فيه ونتمنى له كل خير ويضلوا على رأسنا يا رب، وكل عام هو بخير بصحة وعافية لأنه هو اللي بيقود المسيرة. في الواقع اهتمام سيدنا بالسياحة ليس جديد. خليني أبدأ بتسلسل تاريخي إذا سمحتوا لي، حتى يعني بنقدر نحكي الركيزة واللبنة الأساسية والكبرى بدأت ب 2001 بتأسيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اللي هي أيضا تؤسس أو زاوية من أهم زوايا المثلث الذهبي للسياحة الأردني في الجنوب، نحكي العقبة ووادي رم والبترا. ب 2002 صار أو صدر ما يسمى بال ذا رويال تور مع الصحفي الامريكي، والرحله الملكيه المشهوره اللي فعلا عرفت ايضا الاردنيين لمواقع لم يكن احد يعرفها، اللي بعدها صار انتقلت السياحه من نوع معين تقليدي زياره عامه للاردن، وبدانا نتحدث عن انواع سياحه منها سياحه المغامره والانواع، وبالذات لانه كان في هذا الفيلم المصور كثير لمشاهد كانت لاول مره تعرض. بالتاكيد ب 2003 كان اطلاق عفوا صحة. اللي هو الوف، الوف اللي هو المنتدى الاقتصادي العالمي اللي ما زال لليوم يعني معروف لدى الجميع قديش هاي التظاهره العالميه تجذب رؤساء دول مشاهير رجال اعمال وما لها من قيمه تسويقيه ايضا الى الجانب التنمية. بالتاكيد 2004 بنحكي عن رسالة عمان، أيضا لها جانب مهم جدا لأنه عنصر بالإضافة إلى الأمن والأمان الذي نتحدث ونفتخر به بالأردن، ولكن رسالة عمان هي رسالة الاعتدال، رسالة القبول للآخر، رسالة والتسامح أكيد بين الأديان. 2005 إلى 2007 على 3 سنوات وعلى التوالي كان في تكريم للحائزين على جوائز نوبل في البتراء، كان 3 سنوات على التوالي، وبالتالي أيضا هذا كله على فكرة هذا الترويج لو بدك تدفعي حقه بقنوات تلفزيونية هو يكون بضمن فعالية، ولكن ثمنه وأثره كبير في الترويج. ب 2009 إطلاق النموذج الآخر للتنمية المستدامة بالسياحة كنموذج بعد العقبة، ألا وهو إطلاق سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، وسبقه ب 2007 إعلان البتراء كأحد عجائب الدنيا. يعني نقدر نقول دكتور عماد عاما بعد عام هناك نشاطات عديدة لقطاع السياحة وهناك تطور كبير جدا في قطاع السياحة، ومؤخرا جلالة سيدنا زار الجنوب والتقى بممثلين عن قطاع السياحة، لو تحدثنا عن هذه اللقاءات كيف كانت وكيف أثرت قطاع السياحة مؤخرا؟ هلا أكيد كان العام الماضي عام سياحة بامتياز نتيجة للمؤشرات اللي يعني أتصور صارت أصبحت معروفة لدى الجميع، ولإعطاء أتوقع أنه سيدنا يريد المزيد وأنه ما توصلنا إليه جيد ولكن هنالك يمكن إنجاز أكثر، وبالتالي بدأت الاجتماعات في الديوان الملك في قصر الحسينية، كانت ورشة تدخل كعادته عند اللزوم في المجتمعين وأبدى توجيهاته للمجتمعين الممثلين للقطاع السياحي وبالذات من القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو صاحب الدور أيضا المهم. الدولة أو الحكومة هي معنية في تنظيم القطاع، ولكن الاستثمار وتقديم الخدمة في هذا القطاع هو دور القطاع الخاص، وتبع هذا اللقاء على طول تأكيد على هذا التوجيه
بزيارة للمثلث الذهبي للعقبة ورم والبتراء للتأكيد والوقوف على التحديات إذا كان هناك تحديات بحاجة إلى حل. أرى جلالة الملك الله يطول بعمره أن يقف على وأن يجتمع أيضا بالممثلين للقطاع ليس فقط في عمان وأيضا للممثلين في القطاع في الجنوب. بالتأكيد تالا ودكتور عماد هناك العديد من التحديات سنتحدث عنها يعني خلال حديثنا. أكيد. طب دكتور حدثنا عن خطة الوزارة لعام 2020 وما هي أبرز البرامج والمشاريع التي ستطلقها الوزارة؟ أكيد في الواقع في عام 2019 هلا الوزارة تعمل ليس لوحدها، تعمل من ضمن هناك بحسب قانون الوزارة مجلس يسمى المجلس الوطني للسياحة وهو ممثل القطاع العام الخاص، والمجلس الوطني للسياحة أقام ورشة إنتاجية في 2019 وخرج بالأهم القطاعات اللي هي معني بالعمل عليها. نبدأ في أهم تشريع اللي هو أهم محور كان تشريعات. ما هي التشريعات الناظمة؟ ما هو بحاجة إلى تحديث والعمل على ذلك؟ المحور الثاني كان المنتج، ما هو المنتج السياحي الذي نقدمه؟ وما سيكون عليه؟ المحور الثالث كان في سهولة الوصول إلى المنطقة، يعني ربط الأردن بالعالم أو بما يسمى بالدول المصدرة للسياح. أيضا يأتي محور العمالة المؤهلة ونحن لدينا مشكلة موضوع في غاية الأهمية، وبالنهاية هنالك موضوع الترويج والتسويق موضوع برضو بغاية أهمية لأنه برضو بيشبك مع القطاعات المهنية الأخرى مثل الحرف اليدوية، ولا شك بأنه قطاع السياحة يعني حقق نجاحات كبيرة جدا وإنجازات عديدة جدا طبعاً. وارتفع الدخل السنوي تقريبا ب 10% خلال السنة الماضية العام الماضي صحيح. ووصل عدد السياح تقريبا إلى 5 مليون على ما يقارب 5 مليون وبالفترة زارها السائح المليون برضو فيعني صحيح. إنجازات كبيرة إنجازات جدا فعلا كبيرة. ولهيك دكتور عماد نحن حابين ننتقل لزميلتنا لانا قصاص الآن تواجد معنا في الاستوديو لتحدثنا عن تفاصيل الأرقام والإنجازات في قطاع السياحة في 20 عام، وننتقل إليك زميلة لنا تفضلي الهوى معك. صباح الخير تالا، صباح الخير شهد، وصباح الخير لضيفنا. بحب أصبح على جلالة الملك من برنامجنا يوم جديد ومنقول له كل عام وأنت بخير سيدنا. معكم رح نستعرض مشاهدين التلفزيون الأردني خلال عهد جلالة الملك وتطور القطاع السياحي وصعوده تصاعديا من سنة 2005 لحد 2019. المؤشر الأول كان هو الدخل السياحي واللي هو عبارة عن مليون دينار، وابتداء من 2005 وكان تطوره لحد 2019. بال 2005 كان 1121000، بال 2010 2423000.3، بال 2015 2886000.1، بال 2019 4108. المؤشر الثاني كان عبارة عن الدخل السياحي واللي هو مليون دينار ابتداء من 2005 2010 و 2015 و 2019. رح ننتقل مع بعض للمؤشر الثاني. المؤشر الثاني كان عبارة عن سياح المبيت وهو عبارة عن مليون سائح، بال 2005 كان 2.99، بال 2010 4.56، بال 2015 3.76، وبال 2019 4.49. رح ننتقل معكم للمؤشر الثالث. المؤشر الثالث هو عبارة عن عدد الفنادق ابتداء من 2005 وعبارة عن 468، 2010 487، 2015 558، 2019 590. يعطيهم العافية بالقطاع السياحي على هذا التطور في عهد جلالة سيدنا. ورح ننتقل مع بعض للمؤشر اللي بعده. المؤشر الثالث اللي هو عبارة عن عدد المطاعم السياحية، بال 2005 كان 525، بال 2010 773، بال 2015 1600، بال 2019 1031.
يعطيهم العافية على الإبداع في قطاع السياحة. رح نرجع معاكم لانا. اليوم لتالا وشهد مع ضيفنا. شكرا لك زميلتنا لانا. ومشاهدينا، مثل ما لاحظتوا ارتفاع المؤشرات خلال السنين طبعا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في موضوع السياحة تحديدا. دكتور، بالرجوع إليك، حدثنا عن دور الوزارة في التأكد من جودة الخدمات في المواقع السياحية تحديدا وخصوصا البنية التحتية. إذا سمحتي لي قبل ما أعلق عن هاي التجربة، أنا بحب أعلق أيضا على الأرقام. في الواقع ما يعني ليش بلشنا من 2005، أعطيناكم مش من 2000. إذا بتتذكروا ب 2000 ل 2005 كانت مرحلة صعبة بالمنطقة. صحيح. حرب العراق، كانت الانتفاضة الثانية، وبالتالي بالتأكيد. كانت لسه السياحة هلا. بس أيضا بحب أشير لملاحظة أخرى مهمة جدا. نعم. إنه بال 2010 كانت تقريبا زي 2019 بالمؤشرات السياحية. بنتذكر كلنا ما زلنا اللي هو مرحلة الربيع العربي اللي هي من 2011 ل 2016 17. ولكن إذا بنطلع على الأرقام بين 10 و 15 اللي هو أنا بالعمد يعني صراحة أعطيناك هاي الأرقام، إنه في اختلاف بس مش هذاك الاختلاف الكبير. إنه مع ذلك هذا بيأشر قديش الأردن على الرغم من كل الظروف كانت أيضا في 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 الظروف الصعبة، المحيط ملتهب ولكن مع ذلك كانت النشاط السياحي ويتجاوب. وبالأخير إنه ب 2019 الحمد لله إذا بنقيس البداية والنهاية أكثر من التضاعف طبعاً. بعهد جلال، وهذا بأشر. نعم. أنا بجوز ما خلصتش بالتعداد السنوات، بس كنت بحب أشير لإنجازين أو ثلاثة مهمين جداً في طبعاً. عهد سيدنا بالسياحة. ب 2011 تسجيل رم على قائمة التراث العالمي. نعم. 2015 تسجيل المغطس. من 2010 إلى 2017 ترأس منظمة السياحة العالمية معالي الدكتور طالب الرفاعي شخصية أردنية. طبعا. كنا نفتخر، وهذا أكيد كله بجهود سيدنا. هون لازم نتطرق لموضوع كتير مهم اللي هو السياحة الدينية. يعني أنت تفضلت وحكيت عن هذا الإنجاز والمختص، احكي لي قدي السياحة الدينية قبل ما ننتقل طبعا نتحدث عن موضوع البنية التحتية والتجهيزات والاستعدادات، لكن يعني بالتحديد أنا بلاحظ قديش في ناس يعني بيحبوا موضوع السياحة الدينية في الأردن وبرغبوا أنهم يزوروا الأردن عشان يقوموا بهاي السياحة. نعم. وبدي أجاوب كمان سؤال التجربة. نحن بصدد إطلاق قريبا تطبيق قيم تجربتك للسائح، بحيث يتم كل سائح بزور الموقع اللي فيه احنا بهمنا ناخذ فيدباك منه، يقيم تجربته ويرجع لنا الفيدباك من خلال. اسمح لي دكتور. اعزائي المشاهدين، وردنا الان بان صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله يجري اتصالا هاتفيا مع برنامج البث المباشر عبر اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. ننتقل معكم الى اثير الاذاعه، ابقوا معنا. لجلاله سيدنا والاسره الاردنيه بعيد ميلاده 58، وبقول لسيدنا كل عام وانت بخير يا اغلى الرجال، كل معك بمواقفك الثابته والمشرفه، والله يحفظك ويطول عمرك. كل عام وأنت بألف خير، كل عام وجلالة مليكنا بألف خير. سيدي، في هذا اليوم الميمون، يعني ماذا تقول لجلالة سيدنا، الرسالة لجلالة سيدنا؟ سيدي بحب أحكي له أنه على مدى 20 سنة الماضية وأنت أب حنون للجميع وقائد بنستمد منه القوة والإصرار، وعلمتنا انه مخافة ربنا وحب الوطن اساس لكل النجاح، وكنت مثال على العمل باخلاص ونتعلم منه دائما. ولانك داعم للشباب بهذه المناسبة حابب اعلن عن 50 بعثة دراسية في جامعة الحسين التقنية هذا العام، هدفها تمكن الشباب حتى يتأهلوا لسوق العمل مستقبلا، وإن شاء الله راح تكون كل المعلومات موجودة من بكرة على موقع الجامعة الإلكتروني، والله يوفق الجميع. يعني بارك الله فيكم سيدي، وهذا شيء طبعا مش غريب على شيم الهاشميين. شكرا على هذه المبادرة الطيبة. بس قبل ما ننهي عشان ما يعتب علي أخوي هاشم، بحب أعيد عليه بيوم ميلاده وأحكي له كل سنة وانت سالم، وإن شاء الله تكون سند وضخ لسيدنا وللوطن. كل عام وأنت بألف خير يا سيدي. شكرا مرة ثانية. شكرا سيدي. شكرا سمو الأمير. سلامي لكل العاملين في الإذاعة والإخوة المستمعين، والله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا سمو الأمير سمو ولي العهد، كان موجود معنا الآن على الهواء مباشرة. شكرا يا سيدي. حياك الله. شكرا جزيلا سمو الأمير. كل عام وأنت.
كل شكر سمو ولي العهد على هذا الاتصال الرائع، يعطيك ألف عافية، وكل عام وجلالة سيدنا والأمير هاشم بألف خير يا رب، والشعب الأردني بألف خير. كل الشكر لك سمو ولي العهد. نعم. نستكمل حديثنا مع الدكتور عماد ونواصل حديثنا فيما يتعلق بموضوع قطاع السياحة في الأردن، وكنا نتحدث عن البنية التحتية. نعم. في والاستعدادات لقطاع السياحة. في الواقع هناك خطة أيضا كما أسفت بال 2020، هناك خطة بمستهدفات في كل القطاعات، سواء بالدخل، بالعدد السياح، بليالي المبيت، بالبنية التحتية، بالأسواق المستهدفة إلى آخره. فيما يخص البنية التحتية هناك مشاريع ستنتهي في بدأت وستنتهي، ولكن هناك أيضا مشاريع ستبدأ. المشاريع الرئيسية اللي خليني أحكي تقريبا في أن في عجلون أنه إن شاء الله راح نشهد قريبا بداية العمل في مشروع التلفريك. تستحق صراحة، طبعا أكيد تستحق، كل المملكة تستحق، ولكن إحنا لأنه اللي شهدناه صراحة في 2020 بأنه السياحة كان يقال دائما إنها متركزة في بعض المناطق صراحة. نعم. في البتراء، ربما في العقبة، في البحر الميت. نعم. وفي عمان، ولكن أرقامنا في 2019 بأن السياحة انتشرت بكل المملكة بكل المحافظات. هلا بغض النظر عن، وهلا بنتحدث عن السياحة، في سياحة داخلية وفي سياحة خارجية. نعم. ولكن عجلون شهدت، مادبة صارت ثاني مدينة بعد البتراء من حيث عدد السياح، الكرك كان الارتفاع فيها 100%، وبالتالي مشاريع البنية التحتية هي ستكون في عجلون، في الكرك مشروع بدأ العمل فيه الآن يعني. نعم. مجددا هناك في ذيبان في محافظة مادبة، هناك أكيد في السلط استكمال للمشاريع الموجودة والجهود الكبيرة التي تقوم بها بلدية السلط ومؤسسة إعمار يعني السلط، شملت في كل المحافظات إن شاء الله، ولا هذا بشكل عام كمشاريع كبرى، ولكن هناك أيضا المشاريع أو البنية التحتية الأساسية لكافة المواقع. وعندما نتحدث عن بنية تحتية أساسية، عندما يصل الزائر إلى مكان بحاجة إلى خدمات أساسية يتطلبها كل موقع. يعطيكم ألف عافية حقيقة، شكرا لوجودك معنا اليوم بحلقة يوم جديد. شكرا لوجودك معنا عطوفتك، وأكيد يعني بنشكركم على هاي الإنجازات العظيمة اللي عم بتصير بأكيد بالمملكة وكافة المحافظات الموجودة داخل